سيد الوزير، الزيارة في إطار الذكرى السابعة لملحمة 7 مارس بن قردان، في كل معناتها زيارة نعرفوا اللي هي معناتها تثمين لأهالي بن قردان واللي ما بذلوها أهالي بن قردان. أولا كلمة لأهالي الجهة، ثانيا الوعود اللي في معناها في كل زيارة فما وعود من الوفود الرسمية. هل العام هذا باش تكون نقلة نوعية وباش تتنفذ الوعود اللي جاي بها الوفد الرسمي أم لا؟ شنو رأيك أنت؟ اليوم شنو شفت اليوم أنت؟ شفت هادشي دونك فما جاوبت وحدك. هذا أول الغيث قطر وإن شاء الله الخير القادم والقادم سيكون أفضل. نرجعوا من البدايات. نرجعوا للبدايات والمنطلقات. البدايات كانت 7 مارس 2016. كانت ملحمة مجيدة ويحق لكل تونسي مش كان بقرداني أنه يكون فخور مرفوع الرأس، لأنه من بقردان تلقت رسالة واضحة للعالم كل. نختزلوها في بعض الكلمات، الأمانة. كانت فعلا هناك إحساس بالأمانة، لأن كما قال السيد الرئيس واقتبستها منه وأكررها، تونس أمانة، وطننا أمانة، أمننا أمانة، ابتسامة الطفل في المهد أمانة، انتظارات الأم لابنها أمانة، أحلام الشباب التي ضاعت في البحر أمانة، المال الذي نهب من تونس أمانة. نرجع لك أنا بن قردان، كانت رسالة تاع حمل الأمانة، تاع الوطنية، نكران الذات، الفداء، وأننا جميعا فداء لتونس في اللحظات الحاسمة. ملحمة بقردان كانت إحدى اللحظات الحاسمة من لحظات تاريخ تونس، وكانت لحظة فارقة، وفي اللحظة الفارقة كان الجميع جاهزون لتلبية نداء الأم التي طلبت نجلة من أبنائها، وهب الجميع، مدنيون، لحظة، مدنيون، أمنيون، عسكريون، كانوا جميع حاضرين، ومؤكد أبناء بقردان يعرفوا أكثر مني، وأنه كان حينما كان يسمى أزيز الرصاص وكان زخات من الرصاص، لم يكن ذلك الأزيز ليغطي هتافات تعالت تنادي بالفداء لتونس وتحيا تونس. رسالة كانت معبرة جدا، لابد أن نحتفل بها ونجد العهد معها. رسالة كانت واضحة، تونس لا يمكن أن تكون حاضنة للإرهاب، والإرهاب تكسر وتم دحره هنا في بن قردان. فمرة أخرى تحية إكبار وإجلال لأهالي بن قردان والخلود والمجد للشهداء. فما امكانيه عندي ما اقول اي عندي سؤال اخر. شكونوا اوفياء للشهداء؟ فاعتقادي ماهوش كافي ندخل المقابر ونتلو ما تيسر من القران وبعد نروح. من باب الوفاء للشهداء لابد ان نقف عند الواقع ونتبين ما هي الاسباب ومن كان وراء ذلك. هنا نقطة هامة وباش نرجع لك على الجواب للانتظارات. ما نجبوش نحقق الانتظارات إلا ما نعرفوا المنطلقات. لابد أن نعرفوا الناس الكل ونصارحوا بعضنا بالحقيقة. من كان وراء إدخال الإرهاب إلى تونس؟ من غطى على الإرهابيين؟ من حمى الإرهابيين قانونيا أو قضائيا؟ من تستر عليهم؟ من أزل لهم ستارا إعلاميا؟ من مولهم؟ هذه أسئلة لابد أن نجاوب عليها، ولكن نحب نأكد وأن أسئلة تحمل إجابتها بشكل واضح. الشعب التونسي أصبح يدرك كل شيء وناضج، ولم يعد في حاجة أي وسائل إعلام ربما باش تزيدوا معلومات، لأنه فما ناس، نرجعك للأمانة، فما ناس للأسف غاب الحياء عن وجوهها، فما ناس لا تعرف معنى الأمانة، فما ناس لا تعرف معنى الوطنية ويتاجروا بكل القيم. شكون نهب المال العام في تونس باش خلينا بن قردان تنتظر وتنتظر وتنتظر، والمناطق بن قردان عديده. شكون نهب المال العام؟ لو كان المال العام ما تنهبش بن قردان لما تبقاش السنه في مناسبات باش يجي احد الوزراء والسفراء ويدشنوا مكسب، صحيح مكسب باهي، لكن مفروض بن قردان وغير بن قردان تنتظر في حاجات اكبر من هيك. شكون صادقين مع بعضنا؟ شكون نهب المال العام؟ اسمه محمد سريتو. شكون وصل تونس للوضعيه هذه؟ شكون نهب المال العام؟ شكون خرب الاقتصاد؟ نعرفوش شكون خرب الاقتصاد. ومفروض يكون عنده بعض الحياء ولا يدعي الوطنية ولا يركب الشعارات. شكون تاجر بشعار الحصانة البرلمانية؟ شكون تاجر بشعار الحصانة القضائية؟
شكون تاجر بشعار رساله الاعلام؟ شكون تاجر بحصانه ولا برساله العمل النقابي؟ وهم دوما كلهم كانوا بعيدين ابعد ما يكونوا على الاعلام الحق والقاضي الحق والنقابي الحق والنائب الحق. ما حشوش على رواحهم، هم زالوا، انا كمواطن تونسي توا نكلمك قاعد نلاحظ وارصدوا، مازالوا محشوش على رواحهم، وهذا باش يجرنا للاسف الى الحقيقه اللي لازم نهربوش منها كل. واللي قال هذا راجل كبير مكفي في المقبره طلب مني رساله باش نوصل للسيد الرئيس، واعتقد انها معبره جدا. قال لي انا بو شهيد من شهداء بن قردان طالب حاجه برك، طالب المحاسبه، وهو طلب مشروع من انطلاق من الحقوق والحريات. ما ثماش حقوق وحريات، ما ثماش حقوق الانسان ما غير مساءله. من اجل الحقوق والحريات، من اجل ضمان الحقوق والحريات لابد ان تكون هناك مساءله. اذا من اجل حقوق الانسان تكون المساءله، ولكن في اطار حقوق الانسان تكون المساءله. المساءله ستكون ولابد ان تكون. كل ذي حق الحق، كل ذي حق لابد ان ينال حقه، وكل مظلم لابد ان ينال جزاءه. احيانا نعاقب شخص اذنب في حق شخص وننساو شكون اذنب في حق وطن وحق اجيال، وهذه مفارقه عجيبه موجوده لدى الشعوب العربيه للاسف. نكتفيو بالحلول الفرديه ونمشيو ياسر في المسارات الخاطئه، وهذا قد يفسر بشكل الى حد بعيد وضعيه عديد الشعوب والدول العربيه. لابد ان ناخذ المنطلقات، لابد نرجعوا ثوابتنا وننطلقوا منها، اذا كانت متغيرات نتفاعلوا معها، ولكن الثوابت هي الثوابت. لابد لكل من اخطا ان يحاسب، لانك اذا ما تحاسبوش انت كرست شيء مش باهي باش ياثر على الاجيال الاخرى، هو باش يتمدى ونشوف فين قاعدين يتمداوا. كل الممثلين امام مسرح كارتا مسرح البلدي، انا اقرب واحد كنت نشوف الممثلين، شوف فيهم يوميا في كل مناسبه وبعيون تكاد تدمع على تونس. شيء يؤسف، يؤسف له ان يشوف ناس تسأل اين الوطنيه؟ اين المصداقيه؟ اين الشرف؟ اين الحياه؟ ناس يخذوا بلاطوات يغالطوا، يكذبوا على الشعب، يغالطوا فيه، يعرفوا الحقيقه. تعرف ربي يقول في القران يعرفونه كما يعرفون ابنائهم، يعرفوا الحقيقه، يعرفوا صدق عديد العديد المسؤولين تو الموجودين، ويعرفوا صدق سيد رئيس الجمهوريه، ولكنهم لا يريدون انسان صادق، لا يريدون انسان وطني، لانه ما يساعدهمش. هذوما الناس يبيعوا ويشريوا، كي لقاو انسان ما يبيعش وما يشريش ما يساعدوش، تقلبوا الناس الكل. وكما يقول السيد الرئيس، معناها ملي كان حزب واحد كان يعاني فيه الشعب، اصبح هناك لوبي واحد. رجال الاعلام خساره فيهم كلمه رجال الاعلام، مرتزق. رجال اعمال باعوا الوطن، نقابيين باعوا الوطن، احزاب باعوا الوطن، نخبه سياسيه هي نكبه سياسيه. تحالفوا جميعا ضد الشعب التونسي. انا نحب نقول للشعب التونسي اللي تعرفوه كله وتعتقدوا فيه راهو كله صحيح، انهم خونه. مانيش بنعطي الوطنيه حتى حد، ولكن للاسف التمست لهم الاعذار ايام التماس كثيرا كثيرا، ولكن الحقيقه كانت مره صحيح، ولكنها هي الحقيقه. اذا كان ثم اخطاء ومشاكل يعيشها الشعب التونسي، فالتوانسه صنعوها بخياناتنا وعدم جديتنا وارتزاقنا ولهفنا وراء الخارج والاجنبي ولهفنا وراء المال باي مصدر كان. كان هذا كله يتنحى، ونرجع للصدق والوطنيه، ونستلهم الوطنيه ونكرم ذات من اهالي بن قردان، تونس ستكون في وضع افضل بكثير بكثير. على كل مره اخرى نقول لكم التفوا حول السيد الرئيس، انها حرب ضروس، انها حرب ضروس، انها حرب ضروس، ولا بد ان يقفل كل مع السيد الرئيس من اجل تونس ومن اجل غد افضل. سؤال اخير ولغير بن قردان. سؤال اخير، بالله 7 مارس ان شاء الله نشوفوها يوم وطني ولا باش تبقى يوم محلي فقط؟ انا من جهتي بودي ان يكون يوم وطني، لانه بن قردان جديره والملحمه جديره بكل ذلك. نرفع الامر للقياده العليا وهي ما تقرر. شكرا.